معالي الوزير، حكومة الرئيس سعد الحريري إلى العمل بعد ثقة، هل سيكون هناك تجانس بين مكوناتها خصوصا مع وجود ملفات كبيرة أمام هذه الحكومة؟ وكيف تنظر إلى مواكبة عمل الحكومة مع التشريع في مجلس النواب؟ مشكلة الحكومة هي أكبر من الحكومة، وهي ذات المشكلة التي عطلت سابقاتها. مشكلة حكومة هي مشكلة هذا التوازن العقيم المميت، الإقليم الدولي الذي يحكم لبنان، والذي جعل فعلا القوى السياسية في لبنان تصطف إلى حد فقدان حريتها. لا يوجد في لبنان قوى حرة، قوى مستقلة، قوى تستطيع أن تتخذ موقف بمعزل عن سقف إقليمي. كل القوى أو في أكثريتها الساحقة يعني موجهة وتخشى هذا السقف الإقليمي. ومشكلة هذه الحكومة إذن هي ذاتها، هي أنها هي وليدة معادلة إقليمية ستتحكم بها. هذه المعادلة هي معادلة شبه نصفية. ومن هنا عند أول مشكل، عند أول موضوع، ولو موضوع معيشي ولو موضوع ثانوي إلى آخره، سفعلا تصطدم هذه الحكومة بتناقضاتها. من هنا طبعا وجود حكومة أفضل من عدم وجود حكومة، ولكن وطبعا ستعطي هذه الحكومة يعني اللبناني يعني متفائل بطبيعته ويحب التفاؤل ويراهن على التفاؤل، وأمر مشروع وأمر طبيعي. حتما سيتفائل البعض لمرحلة معينة، ولكن أنا لا أتوقع بأن تطول هذه المرحلة قبل أن نصطدم بالمشاكل التي تواجهنا، وكم هي كبيرة وكم هي دقيقة وكم هي معقدة. يعني بالكاد إن كانت هناك حكومة متماسكة وحكومة من لون معين إلى آخره، وبالكاد تستطيع فعلا مواجهة هذه المشاكل. فكيف بالحرى عندما تكون الحكومة فعلا مبنية على هذا التوازن الدقيق الذي يبقى عرضة لأي تطور إقليمي قد يحصل؟ رح يكملوا بعضهم تعتقد بهالمرحلة المقبلة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بالعمل التشريعي خصوصا؟ يعني آمل في جميع الأحوال أن يدرك الجميع بأن الهيكل عندما يسقط يسقط على رأس الجميع، على رؤوس الجميع بالأحرى. ومن هنا يعني آمل فعلا بأن يدرك الجميع خطورة الوضع، خطورة الوضع السياسي، وخطورة الوضع الأمني، وخطورة الوضع الاقتصادي، وخطورة الوضع المالي. ولا أعتقد بأن مصلحة أحد بأن يسقط هذا الهيكل. وآمل بأن يسعوا وأن يجهدوا بفعلا التعاطي بجدية كبيرة حول مع هذه الملفات الكبرى. سمعنا كلاما كثيرا عن فعلا الفساد وغيره، آمل أن لا يكون هذا الكلام كلاما إنشائي، كلاما فعلا يراد منه يعني تكبير الشعبية واللعب بعواطف الناس. آمل أن يبدأ فعلا هذا الإصلاح من الرأس إلى القاعدة، من الرأس إلى القاعدة. لا يوجد إصلاح فساد يعني ينظر إليه فقط على أساس وجوده على مستوى الأسفل أو على مستوى القاعدة. مع الوزير، هل نحن فعليا أمام صفقة القرن بعد ما حصل في وارسو من لقاءات عربية وغير عربية؟ وهل هناك كلام جدي عن تلزيم أمريكا لروسيا في سوريا؟
يعني نحن في أخطر من صفقة القرن. نحن يعني جيلنا عاش جيل المواجهة العربية الإسرائيلية على كل علاتها وعلى كل أخطائها، ولكن كانت هناك يعني حالة مواجهة. الآن نحن ندخل الآن وأسقطت إسرائيل، وأنا دقيق في كلامي، إسرائيل وليس الولايات المتحدة، أسقطت عواصم القرار العربي التاريخي، يعني أسقطت، حيدت القاهرة وأسقطت بغداد وأسقطت دمشق، يعني أسقطت عواصم العباسيين والأمويين والفاطميين. والآن إسرائيل أصبحت أو تعتقد نفسها بأنها بأمان، والمشروع الإسرائيلي الجديد لم يعد فقط مشروع الدفاع عن إسرائيل، أصبح المشروع الآن هو مشروع التطبيع. وهذا القرن وهذا العصر هو عصر محاولة التطبيع الإسرائيلية. محاولة التطبيع هذه فعلا تنطلق منها إسرائيل بقوة، بقوة من فلش الفوضى في الدول العربية وفي الصفوف العربية، ومن كسر عواصم القرار العربية وأدخلها في مستنقعاتها الداخلية، وتنطلق أيضا من تحالف لم يشهده التاريخ بعد مع الولايات المتحدة، أي أن فعلا سلطة إسرائيل في الولايات المتحدة مهما كنا نتكلم عنها في السنوات الماضية لا تشبه بما هي الآن، سلطة على البيت الأبيض، سلطة على الكونغرس، سلطة على مجلس الشيوخ، سلطة على الإدارات كافة. ومن هنا يجب علينا أن نقرأ كل ما يحصل في العالم على أساس تحت سقف فعلا محاولة إسرائيل فرض التطبيع. طبعا لقد تم تضخيم المشكلة الإيرانية لجر الدول العربية إلى الخوف من طهران وتوجهها إلى فعلا إسرائيل، وهذا ما شهدناه في وارسو وقبل وارسو أيضا، وقبل وارسو أيضا يعني منذ يعني أشهر عديدة، ونحن نسمع عن لقاءات وعن اجتماعات وعن تنسيق يعني أمني ومخابراتي وعسكري وحتى اقتصادي. وواقع الأمر أننا إذن أن وارسو هي محاولة أمريكية طبعا بالشكل بناء لطلب إسرائيل لحشد أكبر عدد من القوى بوجه أمرين، بوجه أولا يعني إيران، وبوجه فعلا من أجل إنهاء آخر يعني معترض على التطبيع، آخر معترض على التطبيع. وإن شئنا ما بينا فإن فعلا إيران اليوم تأخذ الدور أو تلعب الدور الذي لعبته دول المواجهة ودول جبهة الرفض والصمود والتصدي كما كانت تسمى حين ذاك. ومن هنا فعنوان وارسو الخفي هو فرض التطبيع، وأداة وارسو الظاهرة هي مواجهة إيران ومواجهة أيضا روسيا، لأن هنالك أيضا يعني سلسلة من الأزمات، منها أوكرانيا ومنها فنزويلا حتى إلى آخره، ومنها الخليج المنطقة العربية التي فعلا هي موضع صدام أو صراع بين الولايات المتحدة وروسيا. من هنا إن كلام لزمت أمريكا سوريا لروسيا ليس كلام يعني دقيق، لا أعتقد بأن حالة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا هي جيدة لدرجة تلزيم أحد يعني شيء ما، بل سلمت يعني طبعا سوريا لا تشكل أهمية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية. سوريا ليست غنية، سوريا ليست
استراتيجية بالمعنى الأمريكي المباشر. بالنسبة للولايات المتحدة سوريا كانت ممرا لطهران ولنفوذ إيران، ومن هنا قاتلت هناك للحد من هذا النفوذ. وسوريا كانت أرض تواجد متطرفين وإرهابيين، ومن هنا الولايات المتحدة عندما عدلت سياستها، لأنها في البداية احتضنت هؤلاء وشجعتهم ودعمتهم بشتى الوسائل، فعندما عدلت سياستها وأدركت بأن هؤلاء وحوش يعني لا يمكن السيطرة عليهم ولا يمكن فعلا الاتكال عليهم، فعلا أصبحت تقاتل في سوريا لهذين الهدفين. فإذا كان الهدف الثاني قد انتهى تقريبا، أي يعني زوال داعش وإلى آخره، فالسبب الثاني يعني لم يعد يبرر فعلا وجود الولايات المتحدة بشكل أساسي. هذا مع العلم أن قرار انسحاب الولايات المتحدة من سوريا قرار لم يتخذ بعد نهائيا، وهو موضع جدل أمريكي كبير بين الرئيس وبين الكونغرس وبين العسكريين. وأعتقد بأن اليوم بالضبط تصاريح فوتيل قائد القوات الأمريكية في المنطقة يعني أيضا واضح جدا بأنه يحذر من عودة داعش، ويعني يبدو ممتعضا من قرار انسحاب القوات الأمريكية. هل سيكون هناك في المرحلة المقبلة مزيد من النفوذ السوري على لبنان يعني في ظل المرحلة المقبلة؟ يعني لا أعتقد ذلك. أعتقد بأن سوريا منهمكة بمصائبها، أعتقد بأن سوريا تحتاج إلى وقت طويل كي تعود إلى المسرح الفعلي. فسوريا مدمرة وسوريا بحاجة لإعادة أعمار، وسوريا بحاجة لبديهيات أساسية قبل أن يعني يمكنها ذلك من العودة بشكل كامل إلى المسرح الدولي. سوريا بحاجة أيضا إلى العودة إلى الحضن العربي. فارس بويز، السياسي اللبناني لن ينسى 14 شباط 2005 وهو يقف على أحد منابر مجلس النواب وسمع دوي الانفجار الذي أوطى بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بهالمناسبة ماذا تتوجه بالكلام إلى الرئيس سعد الحريري؟ أقول للرئيس سعد الحريري أنه حتى الآن تصرف خلافا لكل ما يقوله أخصامه كرجل دولة. وأقول للرئيس الحريري بأنه أظهر فعلا حكمة كبيرة، وغلب فعلا غلب صفات رجل الدولة على صفات الابن المنكوب. وأنا أعتقد بأن فعلا عليه أن يستمر في هذه المسيرة مهما بلغت المزايدات، ومهما فعلا لم يتفهم الرفاق ذلك، فسعد الحريري أثبت أنه رجل دولة. وأنا أعتقد بأن لا أحد في موقعه كان بإمكانه أن يتصرف بمزيد من الحكمة والشجاعة والرؤية. المجد الحقيقي في لبنان ليس بالشعبوية، أسهل ما يمكن أن يقوم به المرء هو اللعب بغرائز الناس وهو الشعبوية، ولكن الأصعب والتحدي الأكبر والمجد الأكبر هو بأن يكون رجل دولة. كم من الشعبويين عندنا فيما القليل من رجال الدولة لدينا؟